بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أهني جميع الشعب البحريني وأهنيكم بميلاد بطلنا الشهيد الغالي علي جواد الشيخ. علي جواد الشيخ، ماذا عساني أن أقول؟ بأي عيد عدت يا عيد؟ لأمر مضى أم فيك تجديد؟ هذا الشهيد وكل الشهداء ذكراهم محفورة في تاريخنا مدى الزمن، لا ننساهم. كل يوم هو ميلاد لعيد الشهيد، كل يوم نحيا نجدد ذكرى ميلاد الشهيد. فالشهيد خالد مخلد يبقى ذكراه للأبد، نحيي نجدد ذكراه في مولده، في استشهاده، في أي مناسبة نحيي شهداؤنا الأبرار. فهم مخلدون، فهم الوقود الذين اشتعل به، فهم وقود الثورة، فهم وقود الذين انتصر به. فدماؤهم الزكية التي سقطت هي التي تشعل الثورة من جديد. فالدماء السائلة الزكية التي سقطت وأريقت على أرض وطننا المجروح الحبيب لن تذهب هباء. فاجتماعكم هذا واجتماعنا المبارك في هذه الروضة المباركة ما هو إلا دليل على تخليد هذه الذكرى الخالدة في قلوبنا جميعا. فمولد علي الشهيد يمثل لي كل يوم جديد، فكل يوم ذكرى علي، لا أنسى علي. علي خالد في ذاكرتي وذاكرة جميع الوطن، فهو ابنكم جميعا وجميع أبناء الشهداء أبنائي وكلكم أحبتي، كلكم علي، كلكم علي. فبهذه الذكرى السعيدة أنا أعتبرها فخر وعز وتاج وشرف لي ولأبو الشهيد ولأسرة الشهيد ولمحب الشهيد ولشعب البحرين كافة وللأحرار وللشرفاء. أقدم تهنئتي لشهيدي شهيد العين، وأتمنى له الهناء والسعادة الأبدية مع الزهراء، مع فاطمة الزهراء، مع السيدة زينب، مع القاسم، مع الأكبر. أفتخر بهذا، وهذا فخر وتاج ومفخرة لي ولكل الأحرار الشرفاء. فهذا الطفل المغدور، هذا الطفل الشهيد السعيد الذي أني أصفه بأنه كان مجاهدا فتى صغيرا أكبر من سنه، كلماته تنم عن أنه أكبر من سنه، ينطق بكلمات أنا لا كنت أفهمها. دائما يقول أن عطاء الدم ثمن الحرية، وهذا يعتصر قلبي ألما، ولكن أعتبره مفخرة وعزا في سبيل إعلاء كلمة الحق وكلمة الدين وراية الله وراية الحق. لأن علي لم يثور سدى، وإنما ثار يريد مبتغى، يريد هدفا، ثار من أجل الدين، ثار من أجل المساجد التي هدمت، ثار من أجل البيوت التي هتكت، ثار من أجل الأعراض التي انتهكت، ثار من أجل الشهداء التي أريقت دماؤهم، ثار من أجل المعتقلين والرموز الذين في السجون، ثار من أجل الظل الواقع على أبناء هذا الشعب الجريح. طفل صغير في سنه، كبير بمبادئه، كيف أنسى علي؟ وأني الذي احتضنته وولد وزغى نورا في ليلة مباركة، ليلة ولادة أمير المؤمنين، يا له من طفل مميز. رحل أيضا في يوم عظيم لا أحد ينسى، صغيرا وكبيرا، في يوم عيد أجله الله وعظم على سائر الأيام، وهو يوم السلام، يوم عيد الأضحى المبارك. لا أحد منا يستطيع أن ينسى هذا اليوم الذي زفت شهادته إلى جنان الخلد. تقبلنا التهاني في هذا اليوم وتقبلنا التعازي في نفس الوقت.
لا أحد منا يستطيع أن ينسي هذا اليوم، يوم عيد الفطر المبارك الذي سميته يوم العيد الدامي، سميته يوم أضحية عيد، أضحية شعب. هذا اليوم الذي لن يخلد في ذاكرة التاريخ على مدى العصور. هذا الطفل الصغير له مميزات كثيرة لا أستطيع أن أحصيها الآن، فكل منا يعرف سيرته، دائما رافعا علامة النصر في الثورة، في الميدان، في المسيرات. كان مجاهدا مخلصا متفانيا للثورة، للمجاهدين، للثوار، للرموز. ولا أنسى كلمته: لا عيد والرموز بعيد، لا يهنأ لي إلا إذا زال الظلم من هذا البلد. تمعنوا وتفكروا في كلمات هذا الطفل الصغير الذي بعقله كبيرا. لن ننسى هذا الطفل المغدور في يوم العيد، فستبقى ذاكرته محفورة على مر العصور، على مر التاريخ. وإن شاء الله هذه الروضة المباركة ستصبح منارة ومفازة لنا جميعا، يؤمها جميع المسلمين وجميع الشيعة وجميع الأحرار من كل الأقطار، وتجعل روضة مباركة مقدسة له ولجميع الشهداء الأبرار الذين ارتووا بجانبه، بجانب هذا الطفل الشهيد السعيد المغدور. أشكر جميع من حضر، أشكر جميع من ساندنا، وخصوصا في محنة ووقوفهم بجانبي في وقت اعتقال والد الشهيد البطل المظلوم الذي سجن ظلما بأي ذنب يسجن وهو مقهور، ولكن رحمة الله أوسع. أشكركم، أشكر كل من ساندني وكل من وقف بجانبي سواء بكلمة أو بأي شيء آخر، أشكرهم من صميم قلبي، وأشكر جميع الحضور الذين هم الآن في هذه الروضة المباركة، وأشكر سماحة العلام المجاهد البطل الجد حفصي حفظه الله وأطال عمره وحفظه لنا ذخرا وسندا لهذه الثورة المباركة. وأشكر وتحياتي وتقديري لآباء الشهداء المخلصين المجاهدين ولأمهات الشهداء الصابرات المحتسبات اللاتي ما زلنا يربحنا أو ما زلنا يشاركنا في أي مناسبة لا يغفو عنهما أي شيء. وكذلك أشكر الأشراف، أشكر الأحرار، أشكر المنظمين، أشكر جميع الثوار الحقوقيين، النشطاء، العلماء الأجلاء الأفاضل وكل من حضر، فلهم كل التحية والاحترام، لهم الفخر، لهم العز أن يزفون ويهنئون شهيدنا اليوم بعيد ميلاده المجيد الذي سوف يبقى محفورا في ذاكرة التاريخ. شكرا لكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.